يعني بداية الأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي الذي يعني نظمه منتدى المواطنة مع شركائه، كنا سعيدون وتشرفنا بمشاركتهم في هذا اللقاء الذي عرف نقاشا يعني دام لوقت طويل حول علاقة الإعلام بالانتخابات والأحزاب السياسية. وهذا النقاش مع المشاركين إن كان يعني ينم عن شيء فإنه ينم على أن الوطن بخير، وأن هناك أمل في الغد وفي المستقبل، لأن ما دام هناك نقاش سياسي يعني محترم ومبني على أسس فكرية وعلمية فلا يمكن إلا القول بأن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر. وفي هذا الصدد أريد القول بأن منتدى المواطنة هذا العمل الذي يقوم به هو العمل المطلوب والواجب أن تقوم به مختلف الأحزاب والجمعيات ذات الصبغة السياسية أو الجمعيات المهتمة بالشأن السياسي يعني الرفع من المستوى ديال الوعي السياسي والثقافي في بلادنا في ظل هذا الجو هذا المناخ التبخيسي اللي كنعيشه. وشكرا. بالنسبة للسؤال ديالكم حول العزوف السياسي أو العزوف ديال الشباب المغربي على السياسة، أعتقد بأنه له أسباب موضوعية أكثر ما هي أسباب ذاتية، لأن هذه الأسباب كتختلف، سواء الأسباب ديال الوضع السياسي العام في البلاد أنه لا يشجع على ممارسة الشباب أو لدفع الشباب لممارسة السياسة بسبب الرؤية التقليدية على السياسة بأن السياسة إلى بغيتي ديرها ممكن أنها تديك الحبس، ممكن أنها تخليك بلا خدمة إذا كنت باقي طالب. وكذلك حتى هناك مشكل ديال الأحزاب السياسية، أن الأحزاب السياسية يعني أصبحت لا تفتح أبوابها للشباب بالشكل اللي كنا كنعرفوه عليه شحال هذا، بحيث أن الشباب يمكن أن ينخرط في الحزب السياسي وتعطاه الحرية في التعبير والحرية في الإدلاء بصوته، ويمكنه التدرج في المناصب الحكومية في المناصب الحزبية وكذلك داخل الهيئات الموازية للأحزاب. وعاد المسألة الأخرى ديال أن فاش كتكون هكا مسائل متعلقة بالانتخابات أو متعلقة بشغل منصب من المناصب العمومية، فإن القادة ديال الأحزاب يعني يتجهون رأسا إلى المقربين منهم أو إلا من الأشخاص الذين ينتمون إلى عائلتهم. وهذه المسألة هذه خلات واحد العدد ديال الشباب أنهم يعني يعزفوا أو لا يرفضوا الانخراط في الأحزاب السياسية. أما المسألة الأخرى وهو أن الانتخابات في المغرب أو السياسة في المغرب أكبر مؤشر على العزوف السياسي هو ما يتعلق بالنسب ديال المشاركة في الانتخابات، وهذا النسب ديال المشاركة في الانتخابات راه الأغلب الفئة المقاطعة أو اللي كترفض أنها تسجل في اللوائح ديال الانتخابات هم الشباب. وبالتالي إلا بغينا الشباب ديالنا أنهم يشاركوا في السياسة فيجب أن نوفر الشروط والظروف التي تسمح لهم بأن تعود لهم الثقة في الأحزاب السياسية وفي المؤسسات السياسية كذلك. وشكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.